أخبار على الحياة فم. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري، وهذه أبرز العناوين. جلسة عمل وزارية حول برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان المعظم. جبهة الخلاص تقرر القيام بوقفة أسبوعية إلى حين إطلاق سراح الموقوفين. أهلا بكم في تفاصيل. أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خطتها الرامية إلى معرفة منشأ فيروس كورونا. وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: لم تتخلى منظمة الصحة العالمية عن خطتها لمعرفة أصل جائحة كوفيد-19، ودعا البلدان التي تتوفر عندها أي معلومات حول أصل هذا الوباء إلى مشاركتها مع الآخرين. يشار إلى أنه في وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في تعليقها على بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بشأن الأصل المختبري المزعوم لفيروس كورونا، داعية إلى وضع حد للتلاعب السياسي بشأن أصل الكوفيد-19. نظم اليوم الأحد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالأعلى اجتماعا عاما لتدارس الوضع بالقطاع وطنيا وجهويا. المتابعة لمراسلنا نجيب سعيداني. لطفي البلغوثي كاتب عام فرع جامعي التعليم الأساسي وعضو الجامعة العامة أيضا للتعليم الأساسي. اليوم نحن متواجدين في معتمدية الأعلى بدعم النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالأعلى للإشراف على اجتماع عام بزملائنا المدرسين والمدرسات. الحقيقة هذا الاجتماع العام هو اجتماع إخباري بالحاصل التفاوضي اللي توصلت له معناتها الجامعة العامة مع سلطات الإشراف في مطالب القطاع، وكذلك لتدارس الخطط النضالية اللي تم إقرارها من الهيئة الإدارية الأخيرة وهي مواصلة حجب الأعداد. بالطبيعة نحن هنا للاستماع إلى مشاغل الزملاء والزميلات، وكذلك للإجابة عن كل هذه التساؤلات، وكذلك لتبيان موقف سلطة الإشراف من المطالب المرفوعة والتي تتعلق بكل تصنيفات الموجودة في القطاع. نظمت جمعية القيروان يومي السبت والأحد الخامس والرابع والخامس من مارس الندوة الوطنية بعنوان التصوف هل من حاجة إليها؟ وقد ألقى محاضرة الدكتور محمد الحبيب العلاني حول التصوف الطرقي في القيروان، كما ألقى دكتور نور الدين المكشر محاضرة حول المسألة السياسية في الخطاب الصوفي ابن العربي نموذجا. أكثر تفاصيل مع الدكتور محمد الحبيب العلاني مدير المعهد العالي للدراسات الإسلامية في متابعة لمفدينا زبير العياري. بالنسبة للندوة هي تتحدث عن التصوف والحاجة إليه، يعني في العصر الراهن ماذا نريد من التصوف باعتباره رؤية للحياة وللكون وللإنسان. فهذه الرؤية خدمت السابقين، وهل تستطيع اليوم أن تقدم لنا خاصة على مستوى الجانب الروحي والأخلاقي قيما لمجتمعنا المعاصر الذي يحتاج إلى هذه القيم التي تستطيع أن تؤثر تأثيرا كبيرا في مجتمعنا وفي علاقاتنا وفي مستقبلنا عموما. بالنسبة للمداخلة التي قدمت هي تتعلق بالتصوف الطرقي في القيروان، والحصر الموضوع يتطلب ربما وقوف عند محطات كثيرة، محطات تاريخية كثيرة، ولكن الملاحظ أن هذا التصوف يعني الطرقي كان هو العروة الوثقى أو الأصل الذي قامت عليه العلاقات في المجتمع القيرواني والمجتمع التونسي عموما، لأن التصوف في الحقيقة هو مؤسسة، ومؤسسة الزاوية التي هي لها علاقة وثيقة بفكرة التصوف. أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودن بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية حول برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان المعظم.
وقد تولى سيدات وسادة وزراء الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والنقل والسياحة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية ووزارة الصحة ممثلة في الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان المعظم. وقد تم التأكيد على ما يلي: إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة تصرف بداية من 17 من مارس، والترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. كما تقرر تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لا سيما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئات الشباب، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد أحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية من خلال توخي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملة والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار، وتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية. بالتزامن مع انطلاق تجمع أنصار جبهة الخلاص وحركة النهضة بساحة الباساج في إطار مسيرة كانت ولاية تونس رفضت منحها الترخيص، دعت قوات الأمن المتظاهرين إلى الامتثال والانسحاب وعدم تنفيذ المسيرة لأنها غير مرخصة. وقد أكدت القيادات الأمنية على أنها ستطبق القانون. في المقابل تمسك المتظاهرون بمواصلة المسيرة. من جانبه، أكد اليوم رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي أن الجبهة قررت القيام بوقفة أسبوعية أمام المسرح البلدي بالعاصمة إلى أن يتم إطلاق سراح الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة. وأكد الشابي أنه على اتصال منذ سنوات بالشخصيات الموقوفة، ومن المستبعد أن يشاركوا في التآمر على أمن الدولة، واجتماعهم كان من أجل توحيد قوى المعارضة وفق تعبيره. وقال نجيب الشابي أن الحوار الوطني غير متجه لمن يرفض الحوار، في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفا أنهم يريدون الحوار مع اتحاد الشغل وكل المنظمات المهنية المدنية والقوى السياسية من أجل جبهة وطنية. دوليا، قدمت أمس إيران تطمينات واسعة النطاق إلى وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأنها ستكون متعاونة في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة، فضلا عن إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت. وكان المدير العام للوكالة قد قال أمس أنه أجرى مباحثات بناءة مع مسؤولين إيرانيين في طهران التي يزورها بعد أيام من الإعلان عن العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة بمستوى يقترب من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية. نهاية نشرة، وهذا تذكير بالعناوين: جلسة عمل وزارية حول برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان. جبهة الخلاص تقرر القيام بوقفة أسبوعية إلى حين إطلاق سراح الموقوفين. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام. لكم أجمل تحياتي، حمدي، في أمان الله. www.alhayatfm.net.